بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي مع نادي زد في بطوله الجمهوريه مواليد 2005. في بدايه الاستوديو التحليلي برحب بضيوفي نجوم الاستوديو التحليلي، نجم الاهلي السابق كابتن محمد حشيش، شرفنا ونورنا كابتن حشيش. ازيك يا اسامه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. ايضا نجم التحليل الدكتور احمد ثابت، منورنا يا دكتور احمد. ده نور حضرتك كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن محمد وبالتوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. النهارده ان شاء الله عندنا مباراه حلوه في الجوله الخامسه والاسبوع الخامس في بطوله الجمهوريه مواليد 2005، النادي الاهلي مع النادي زد. النادي الاهلي طبعا عنده باع وتاريخ كبير جدا في قطاع الناشئين على مدار تاريخه ومدار سنوات طويله، خرج نجوم كتيرة للمنتخبات سواء الناشئين الشباب الأولمبي منتخب الأول، وأيضا لاعبين احترفت لاعبين لعبت في الفريق الأول. برضو النهاردة عندنا مباراة مع نادي زد. نادي زد أحد الأندية اللي بنت صح منذ النشأة الأولى، يعني بنبارك طبعا لنادي زد السنة دي الصعود للدوري الممتاز، لكن أي نادي بيلعب في الدوري الممتاز دايما القاعدة عشان تبني صح لازم تبني قاعدة الهرم من تحت، علشان كده نادي زد من ثلاث سنوات بنى صح، بنى قطاع ناشئين قوي بيضم ايضا عناصر ومواهب وايضا مدربين واصبح ند للفرق الكبرى. علشان كده النهارده هنشوف الجوله الخامسه، النهارده مباراه كبيره بين النادي الاهلي ونادي زد مواليد 2005. لكن في بدايه الاستوديو التحليلي كابتن حشيش عايز اتكلم عن تشكيل الاول قبل ما نروح لمباراه اليوم والتحليل الفني، تشكيل الاجهزه الفنيه مصر مواليد 2005. الاتحاد المصري اعلن كابتن وائل رياض مدير فني، كابتن علاء عبده مدرب عام، كابتن ايمن طاهر مدرب لحراس المرمى، وايضا كابتن عادل محفوظ مدير اداري. طبعا يعني تشكيل كويس للمنتخبات بالنسبه طبعا لل 2005 وال 2008، بيضم طبعا عناصر 2008 طبعا الكابتن احمد الكاس مدير فني، كابتن عادل مصطفى مدرب عام، كابتن احمد فوزي مدرب لحراس المرمى. وبنلاحظ طبعا ابناء النادي الاهلي موجودين في التشكيلات طبعا بتاع المنتخبات، وده طبعا دور النادي الاهلي ان هو طبعا بيدعم المنتخبات باللعيبه وبالاجهزه الفنيه. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق وياخدوا طبعا اهتمام من اتحاد الكوره خلال الفتره اللي جايه عشان يقدروا يشتغلوا، وهم اعتقد يعني ان هم يعني على كفاءه كبيره وتم اختيارهم ما بين اكثر من مدرب. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. يعني دكتور احمد عايز وجهه نظرك ايضا في اعلان او تشكيل الاجهزه الفنيه لمنتخب مصر بالتاكيد سواء 2005 او 2008، طالما اتحاد الكوره واثق في الناس دي كلها طبعا اكيد ان كل الدعم ليهم وبالتوفيق ليهم، سواء كابتن وائل رياض، كابتن علاء عبده. كابتن علاء عبده ده المدرب الحالي دلوقتي لفرقه 2005، هو اللي هيبقى المدرب العام في الجهاز الفني مع كابتن وائل رياض وكابتن ايمن طاهر. لسه برضه حته ميكالي، هل ميكالي هينضم ليهم بعد نهايه الاولمبيات ولا لا؟ دي لسه ما اتحددتش، هتبان في شهر 7 ان هو ممكن يروح لهم بالنسبه لجهاز 2005. لكن انا بقول ان فرقه 2005 ديت واحده من احسن الاجيال الصاعده في مصر، لان انت معاك جيل 2006 اللي هو الجيل اللي كان قوي جدا وجيل 2005، فانتوا معاكوا جيل نتمنى ان التخطيط بتاعهم يكون صح، بحيث ان انت عندك اكتر من لاعب في الجيل ده. يعني انا كنت من حوالي سنتين بنقول دايما ان احسن جناحين صاعدين في مصر عمر سيد معوض، نتمنى له الف سلامه يعني ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه ويرجعه للملاعب، وكان عمر خضر في زد. دول كانوا احسن جناحين، كان فرقه فيها سواء 2006 او 2005 في كل الانديه تحديدا، سواء الاهلي سواء زد سواء الزمالك سواء بيراميدز، اي نادي يعني على مستوى الجمهوريه سواء 2005 او 2006، انا بشوف ان الجيل ده لا، الجيل ده ممكن يوصل لقدام، الجيل ده محتاج بس اهتمام. اعتقد ان الكابتن وائل رياض اكتسب خبرات كتيره، ان كان مساعد مع كابتن شوقي غريب، اشتغل مدرب عام منتخب اولمبي، كمان هو متخصص في حته الناشئين اكتر، يعني هو متخصص كمدرب عام مع كابتن شوقي غريب، فعنده بيز، عنده بيز في الحته دي. طول عمر احمد ماسك قطاع الناشئين دجله، والجيل بتاعه كمان حقق ميداليه برونزيه في كاس العالم، فهو مميز في الحته دي، فربنا ان شاء الله يكرمه ويوفقه. فرحان كمان للكابتن عادل مصطفى والكابتن احمد فوزي ولاد النادي الاهلي طبعا، سواء الكابتن عادل مصطفى او الكابتن احمد فوزي في فرقه 2008. الكابتن احمد الكاس ان هو يمسك مدير فني، الكابتن احمد الكاس كان دايما حظه في الاعلام ما كانش واخد نفس المسيره بتاعته. خلينا نقول الكابتن احمد الكاس واحد من اللي اتظلم، واحد تاريخ كبير، واحد ليه باع كبير جدا سواء كان مع نادي الاولمبي او منتخب مصر،
فالنهارده يعني فرصه مع الفرق الكبيره مسك فرق كبيره كمان في بس في نقطه بقى انا مش شايفها في الاختيارات بصراحه إيه؟ نقطه مدرب الاحمال بقيه الاجهزه ده اللي انا كنت عايز اقوله فين يا جماعه عليك. فين مدرب الاحمال لا الجهاز كله فين الاخصائي فين محلل الاداء فين محلل الاداء فين الكلام ده كله يعني. الجهاز بيطلع كامل بقى لو هنشتغل بقى صح يعني هي الجهاز مش مجرد بس مدير فني ومدرب عام ومدرب حراس لا ده في محل الاداء لا يقل اهميه عن المدير الفني الاحمال يعني الناس دي كلها لازم يعني نعرف ولا هم سايبين الاختيارات بقى للجهاز لما يجي ما اعتقدش يعني بل لازم الجهاز الفني لما يتعلم برضو يكون معلوم كامل يعني لازم الناس طبعًا. تبقى عارفه مين مدرب الاحمال لان مدرب الاحمال ده النهارده لعيب صغير في السن اللي احنا في 2005 مثلا بيلعب ماتش في الاسبوع او ماتشين في الاسبوع صحيح. وبعدين يريح في الصيف وبعدين يخش تاني ما اصلا ما فيش معسكرات اعداد غير في النادي الاهلي او صحيح. في زد هم الناديين اللي بيعملوا معسكر اعداد بصراحه محترم فانت مدرب الاحمال بتاع المنتخب دوره ان هو هيتواصل مع اللعيبه وهيتواصل مع الانديه ويشوف الحمل وصلوا لايه عشان تاسس صح القياسات صح لان يعني مش كل الانديه بتعمل قياسات يعني الاثنين ان كان لازم يتم الاعلان بشكل كامل تشكيل كامل عن الاجهزه الفنيه قبل ما نروح للنادي الاهلي ونتكلم عن يعني النادي الاهلي وشفنا ايضا لاعبين من قطاع الناشئين بتصعد خلال فتره اللي فاتت وفي لعيبه بدات تلعب زي كريم الدبيس شفنا زعلوك شفنا معتز محمد عايز اروح لنادي زد كابتن حشيش دكتور احمد اي نادي بيدخل الدوري الممتاز عشان يبني ويخطط صح ويكون عنده استمراريه لازم تبدا من القاعده الاول صحيح. نادي زد لسه السنه دي بيصعد للدوري الممتاز لكن نادي زد بدات الناس تسمع عنه من 3 سنين انه عنده قطاع ناشئين وبدا يبني الهرم صح ال 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 البدايه في الكره المصريه لازم تبتدي اي نادي عشان يقول انا نادي بستثمر او نادي استثماري او داخل في الكره المصريه لازم البدايه تكون من هنا مش من الدرجه الاولى هي مهمه جدا يا اسامه الكلام اللي انت بتقوله يمكن كنا امبارح حتى بنتكلم في موضوع الناشئين لازم عشان تعمل فريق كبير او تعمل المنتخبات اساسا بيبقى بيتم اختيارها من الدوريات او المسابقات وبالتالي قطاعات الناشئين بتاعه الانديه فلازم يبقى فيه قطاعات ناشئين على مستوى عالي لازم يبقى في فرق لازم يبقى في مدربين كويسين لان انت مش هتيجي تعلم الولد بعد ما يبقى عنده 15 16 سنه انت بتبدا معاه من البراعم بتكون شخصيته بتدي له الحمل المناسب التدريبي بتكون شخصيه ان الولد ده يبتدي يلعب في بدايه بقى منتخبات الناشئين والشباب وتكون شخصيته زد الحقيقه يعني من الانديه اللي بادئه صح واخدين بالاسلوب العلمي وابتدوا يعمل بنيه تحتيه كويس وجابوا كمان رئيس قطاع ناشئين كابتن علاء نبيل عنده خبرات كبيره جدا على مستوى المنتخبات الكبيره والناشئين وكان ماسك قطاع الناشئين بتاع المقاولين الحقيقه علاء نجح قوي في الموضوع ده وانا شايف حتى انا كنت قعدت اتكلمت معاه من يومين على القطاع وعن الماتش ده انه هيبقى حاضر النهارده الماتش ده فاداني معلومات يعني عن الفريق شايف ان الفريق فيه لعيبه كويسه وشايف ان فيهم ناس جاي لهم عقود احتراف كمان من دلوقتي في الدورات الخارجيه لو هنتكلم يعني لو نحب نتكلم عن بعض اللعيبه طبعا من عندهم منعم اللي هو حارس مرمى منتخب مصر جاي له فيتوريا البرتغالي مروان ديفندر برضو فيتوريا حميدو باك شمال عمر خضير استون فيلا جاي له استون او خضر جاي له استون فيلا عمر خضر راح خلاص راح استون فيلا وده يعتبر من اغلى الصفقات في الناشئين عمر خضر كمان اللي ماسك الفريق ده مدرب اسمه ايان انجليزي من جنوب افريقيا عاملين اهتمام قوي جدا جدا وبصراحه بيصرفوا على القطاع جامد شايف ان هم حتى من يعني ترتيبهم اهو في 2005 كسبانين ثلاث مباريات من الاربعه ومتعدلين متعدين مباراه فشايف ان القطاع يعني كويس واحنا عايزين يا ريت يبقى في انديه اكتر من زد يعني تمشي بنفس المنهج عشان ده بيصب في صرح الكره المصريه ومسابقات الناشئين وبالتالي المنتخبات يعني زد يعني اقرب مثل او بنضرب بالمثل ان في احد الانديه دخلت في الرياضه المصريه وقالت الاستثمار ومش الاستثمار وعملتش حاجه الاستثمار انك تستثمر في قطاع الناشئين بالزبط. انك تطلع لاعبين ناشئين للمنتخبات ما بنشوفش اصلا عندهم قطاع ناشئين ولا بنشوف المدربين حتى بتقبض ولا عندهم بنيه تحتيه لقطاع الناشئين دكتور ثابت عندك حاجه ممكن تضيفها عن نادي زد قبل ما نروح للنادي الاهلي انا بصراحه عجبني في نادي زد ان هم مهتمين بداوا يعني بداوا صح
في لما بداوا احنا ما عرفناش نادي زد غير من خلال قطاعات الناشئين في السنتين ثلاثه اللي فاتوا قبل ما يطلعوا الممتاز. قبل ما يطلعوا الممتاز كنا بنيجي هنا نحلل، كنا بنستغرب ازاي الفرقه دي جايبه مدرب الماني مدرب انجليزي. صحيح. كنا ايه ده، بنقول ايه ده، يعني بتحس ان انت لا منظومه محترمه في قطاع الناشئين، ازاي بتاسس من الولد الصغير عندهم كمان مش مدرب، يعني هم المدرب بتاع النهارده انجليزي اللي هو اسمه ايان اللي هو المدرب الانجليزي اللي كان بيدرب في جنوب افريقيا. صحيح. مش بس مدير فني، ده هم كمان عندهم مدرب احمال اجنبي في قطاعات الناشئين، فدي حاجه تحسب لهم ان هم عايزين يفيدوا الكره المصريه بشكل عام، عايزين يطلعوا اولاد وعاملين توامه مع استون فيلا ومع نادي فيتوريا البرتغالي، عاملين كذا توامه، فمن خلالها اللعيب الصغير بيطلع يحترف. فدي حاجه بتفيد، يعني الواحد زي عمر خضر ده من احسن اللعيبه اللي صاعده في مصر ورايح استون فيلا. فانت بتفيد الرياضه المصريه لما تشوف لعيبه او اثنين او ثلاثه في انديه في مصر هنا كل همها الفريق الاول، وتبص على قطاعات الناشئين والصرف كله على الفريق الاول، وفي الاخر ما بتاخدش بطوله، يعني ما بتاخدش بطوله لا في الفريق الاول ولا في القطاعات الناشئين، ما لهمش ذكر في قطاعات الناشئين خالص. ده عمر خضر يا كابتن محمد اهو راح استون فيلا. هو رايح بنهايه الموسم، هو خلي بالك لما هيتم 18 سنة يحق له الانتقال لسه، عشان طبعا قوانين الفيفا ما يتحقش انه يروح من دلوقتي، لكن هو بيتمرن مع زد ولما يعدي 18 سنه يبدا ينطلق. وبعد احنا بنشوف اسامه الفرق الافريقيه بنقول منتخبات الناشئين والشباب ليه الفتره الاخرانيه متاخره، لانها دلوقتي فرق افريقيا كلها بتضم تقريبا 3/4 80% من اللعيبه محترفين بره، وبيجوا بنشوف الفرق الواضح بين اللعيبه بتاعتنا واللعيبه اللي هي محترفه بره، فرق كبير جدا بيقوي طبعا المنتخبات. فاحنا دي بدايات ان شاء الله باذن الله الزد، وطبعا النادي الاهلي سباق في الموضوع دوت، يعني عايزين هنتكلم عن النادي الاهلي طبعا باستفاضه. النادي الاهلي يعني الفتره الاخيره شفنا كريم الدبيس بيلعب في احدى المباريات الافريقيه امام سان جورج، شفنا معتز محمد وبدا فتره اعداده كابتن حشيش ولعب الموسم السابق مع النادي الاهلي، زعلوك مصطفى شوبير مصطفى مخلوف حمزه علاء مع منتخبنا الاولمبي ومع الدرجه الاولى. برضو النادي الاهلي على صعيد قطاع الناشئين، لا قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني ممول للدرجه الاولى ومنتخبات مصر بشكل كبير. طول عمر طبعا النادي الاهلي مش من السنه دي او السنه اللي فاتت، على مر العصور يعني النادي الاهلي بيملك احسن قطاع ناشئين في مصر، يعني لا يكفي ان احنا نقول 80% من المنتخبات بتضم لعيبه النادي الاهلي. ده ما بيجيش كده يعني من فراغ، بيجي من شغل، والنادي الاهلي باخد بالاسلوب العلمي وبيجيب طبعا احسن مدربين وبيصرف على القطاع كويس، وفي متابعه وفي تشجيع دايما للعيبه في القطاع. كفايه طبعا قناه النادي الاهلي والبرنامج والاستوديو انه بيذيع مباريات الناشئين من دلوقتي، دي اضافه كبيره جدا لفرق النادي الاهلي، بتعرف الناس على طبعا اللعيبه دي، بتديها ثقه لما بيطلع بعد كده احمد الدرجه الاولى، ما بقاش خايف بقى من الماتش مذاع على التلفزيون، بيبقى طبعا بيأهل اللعيب انه يبقى يلعب في المنافسات الاكبر، ودي طبعا هتزود من اللعيبه اللي بتلعب درجه اولى لما يجي يخش منتخبات الناشئين، بيبقوا اضافه وبيبقوا مميزين عن طبعا اللعيبه اللي بتلعب في فرقها بس. دكتور ثابت، عايز اسالك برضو عن اللعيبه اللي اتصعدت خلال الفتره السابقه سواء لعبت او اتدربت، لكن معانا دلوقتي برضو يعني صور حصريه لينا داخل غرفه المحاضرات، ويعني المحاضره الفنيه للاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه النادي الاهلي مع زد. دي صور داخل النادي الاهلي فيديو معانا، ودي المحاضره قبل انطلاق المباراه او قبل عمليات الاحماء. دكتور ثابت، طبعا بالتوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده. بصراحه برضو التطور على القاعات في النادي الاهلي هو المبنى بتاع النادي الاهلي، تطور القاعات والشكل بتاع ده، تحس ان ده فريق اول. ما ده كل اللي كان بيتكلم عليه كابتن حشيش، البنيه التحتيه، ازاي الاهتمام بقطاع الناشئين، ملاعب وغرف ملابس وغرف محاضرات ومطاعم وكل الامور دي. هو احنا بنقول دايما، انا بقول دايما بصراحه بالنسبه لي ان النادي الاهلي احسن قطاع ناشئين في مصر. ازاي احسن قطاع ناشئين؟ مش بالكلام بس، انت بتحسبها اول حاجه، شوف البنيه التحتيه، شوف الملاعب، شوف النهارده الناس بقت بتعرف اسماء اللاعب وهو مواليد 2006 و2005 و2008. اللعيبه باين عليها التركيز، قاعده كله يعني مركز، ماتش مهم وماتش صعب، ومباراه النهارده فريق ماتش صعب، بتلاعب فريق قوي زي فريق زد، بنتكلم عليه ان هو فريق جاي للرياضه المصريه بشكل قوي وعنده ناس هتحترف، فماتش صعب. لكن انا بتكلم ان النادي الاهلي مش كلام، هو احسن قطاع ناشئين في مصر. يعني انت اهميه القطاع ايه؟ بتصعد لعيبه للفريق الاول. انت لو حسبت في اخر سنه بس هتلاقي مثلا معتز محمد مواليد 2005
بس لعب فريق اول في مباراه المصري، زعلوك اتصعد وراح فتره الاعداد وسجل في النمسا. صحيح. عندك كريم الدبيس لعب قدام سان جورج واحنا كنا عايزين قلقانين بمنتهى الصراحه مين بديل علي معلول. النهارده كريم الدبيس لما ياخد بدا شويه يطمنك ان هو بيروح وبيعمل عرضيات وبيديك يعني تحس ان في باك هجومي لايق على النادي الاهلي وعنده شخصيه النادي الاهلي. السن الصغير ده كمان درجه اولى دي حاجه كويسه. مواليد 2003 برضه مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، غير اللعيبه بقى اللي هم من ولاد النادي اصلا سواء الشناوي سواء منعم، في اسماء كتير يعني. فانت بتحسب على مستوى ان هو الفريق الاول بياخد من القطاع الناشئين هتلاقي اسماء كتير. منتخب مصر هتلاقي فيه اسماء كتير من ابناء النادي الاهلي ومن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. منتخب مصر الاولمبي، منتخب مصر للشباب، هتلاقي 60 او 70% من لعيبه النادي الاهلي. فانت بتحسب ان هو احسن قطاع بالشكل ده بان هو بيورد للمنتخبات وبيورد للنادي. بنشوف كمان يا احمد النادي الاهلي بيسفر اللعيبه بره بتلعب في دورات وديه في بلاد اوروبيه، دي بيبقى لهم احتكاك وبرده مش اي حد ده خباك مش ده بيعمل الكلام ده من البراعم كمان. من البراعم يعني انت فاهم، دي حاجه ما يعني ما حدش بيعملها، ما كانتش بتتعمل. فكون ان هو اللعيب يطلع ويسافر بره واحتك باللعيبه الاوروبيه والمدارس المختلفه دي بتديله يعني من هو صغير. مهم قوي ان انت تبدا مع اللعيب من هو في مرحله البراعم والناشئين، بتفرق معاه جامد قوي يعني. في ميزه عايز اقول فيها بس حاجه النهارده، كابتن علاء عبده لما يبقى ماسك مدير الفني، يعني انا لو مكان اللعيبه الموجودين في 2005 لما يبقى ماسك مدير فني ل 2005 ويروح يمسك المنتخب، دي حاجة مهمة جدا لما يكون يعني بالنسبة للاعب، يعني هو عارف إمكانياتك أصلا. صحيح. عارف مين اللعيبة اللي هي 100% وعارف اللعيبة مين 80% ومين 70%. فدي فرصة كويسة للعيبة النادي الأهلي. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى النهاردة وإحنا بنتكلم عن مباراة النادي الأهلي أمام زد في الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية مواليد 2005. تعالوا نشوف مع بعض نتائج مباريات الأسبوع الرابع، الجولة الماضية اللي انتهت بفوز النادي الأهلي على حرس الحدود 3-0، وفاز النادي الإسماعيلي على وادي دجلة 2-1، والتعادل الإيجابي فاركو مع سيراميكا 2-2، وفوز الاتحاد السكندري على الجونة 3-0، وفوز بتروجيت على بلدية المحلة 2-1، وفوز إمبي على القناة 1-0. التعادل السلبي سموحة أمام الزمالك 0-0، وفوز زد على بيراميدز الجولة الأخيرة وكانت مباراة قوية، فوز زد 3-2 على بيراميدز، وفوز المقاولون العرب على أسيوط 5-2، وفوز فيوتشر على غزل المحلة 2-0. دي مباريات الأسبوع الرابع. نروح بقى لمباريات الأسبوع الخامس، جولة اليوم النهاردة. الأهلي بيستضيف زد في ملاعب الناشئين بمدينة نصر، سيراميكا أمام غزل المحلة، الإسماعيلي أمام فاركو، المقاولون العرب أمام وادي دجلة، وبيراميدز أمام أسيوط. الزمالك يستضيف حرس الحدود، وإنبي أمام سموحة، وبتروجيت أمام القناة، والاتحاد أمام بلدية المحلة، والجونة أمام فيوتشر. دي مباريات الأسبوع الخامس. لو عندنا أهداف برضو للفريق ده دكروري. طيب عايزين نعرض أهداف برضو ونذكر السادة المشاهدين بفريق 2005، كنا زعنا لهم مباراة قبل كده. كابتن حشيش دي إحدى المباريات اللي زعناها هنا. أيوه دي حقيقة. دي سموحة. ده دي مباراة سموحة. دي مباراة سموحة، فوز الأهلي على سموحة 3-0، كانت برضو من المباريات دي اللي احنا سجلناها. كان لكن مباراة بلدية المحلة اللي احنا زعناها دي مباراة بلدية المحلة، أول مباراة احنا زعناها هنا على الهواء، وقدر يفوز النادي الأهلي بنتيجة 8-0. يا كابتن حشيش كانت مليئة طبعا بالأهداف. و يعني يمكن انا اعتقد ان المباراه الاولانيه دي يمكن اثرت شويه على اللعيبه. لعيبه صغيره وكسبانه في اول مباراه ليهم 8-0، يمكن حسستهم بنفسهم شويه وخدوا الثقه زياده شويه، اثرت عليهم في المباراه الثانيه اللي هي خسروا فيها. بس اعتقد ان كويس ان الخساره دي جت من بدري يا احمد. صح. عشان اللعيبه تتعلم ان الكوره ملهاش كبير. صح. الكوره بالاداء والعرق والثقه الزياده ما بتأديش لحاجة كويسة يعني. ودي شفناها بعد كده انه ابتدى المكسب يرجع تاني. وكمان الفريق ده فيه ميزة طبعا، فريق النادي الاهلي يمكن ترتيبه احنا هنا شايفين ان هو السادس، طبعا فرق نقطتين عن الجماعة اللي هم اللي في المراكز لسه الأولى. بدري على الدوري. لسه بدري، بس حاجة كويسة ان احراز 15 هدف في المباريات. اقوى خط هجوم. بالظبط، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. بالظبط كده، هدف واحد بس. هو زي ما انت قلت يا كابتن حشيش اللي اخرهم شويه حته الثقه الزياده بعد المباراه دي
وفوزهم 8-0 على البديه فراحوا يعني حاسين يعني بنفسهم شويه ولسه صغيرين وكده والماتش كان متذاع طبعا و8 وكده فيأثر شويه، بس زي بقول ان كويس ان ده جه في البدايه عشان يبقى في قرصه كده يبتدوا يرجعوا تاني للطبيعي بتاعهم، وشفناهم بعد كده ابتدوا بقى يكسبوا مباراه طبعا سموحه والمباراه اللي بعد كده. دكتور ثابت، لما نشوف الجدول 15 هدف للنادي الاهلي، اذا انت واقف قدام خط يعني هجوم قوي وايضا خط دفاع يعني تلقت شباك النادي الاهلي هدف واحد، فانت قدام خط هجوم قوي وخط دفاع برضو يعني منظم وقوي في النادي الاهلي. النهارده لو عملنا مقارنه رقميه كده ما بين النادي الاهلي ونادي زد، النادي الاهلي مسجل 15 هدف في 4 ماتشات ونادي زد مسجل 9. اذا على مستوى الهجوم النادي الاهلي افضل رقميا. على مستوى الدفاع النادي الاهلي في 4 مباريات استقبل هدف واحد، اللي هو الماتش اللي خسرنا فيه قدام القناه، ده الهدف الوحيد، اما انت عندك 3 مباريات شباك نظيفه، ده بياكد ان انت دفاعيا عندك منظومه افضل من زد، زد استقبله 4 اهداف في 4 ماتشات، ده رقم كبير، ده دليل ان زد عنده بعض المشاكل الدفاعيه. متوسط مثلا هدف في الماتش الواحد، يعني زد بيدخل فيه هدف كل مباراه، لكن النادي الاهلي هدف في 4 ماتشات، فانت بتتكلم لا النادي الاهلي مثلا كسب بلديه المحله المباراه اللي احنا لسه جايبين اهدافها 8-0، كسب سموحه 4-0، كسب حرس الحدود سموحه 3-0 3-0 وحرس الحدود 3-0 حرس الحدود 3 سموحه 4 سموحه 4-0 وحرس الحدود 3-0 يعني انت كسبان سموحه 4، لو استعرضنا اهداف سموحه نشوفها مع الناس، لان الناس شافت اهداف بلديه المحله ممكن يجيب برضو اهداف سموحه. هنا ده الدور اللي بيعمله محمد رافت اللي دايما هو بيسقط ويفتح المساحات اللي هو المهاجم رقم 7، دي اهداف سموحه اهي من اوت، هنا اتصلحت من معتز محمد للعفيفي، عفيفي سجل خالد، ده الهدف الاول، دايما فارس خالد اللاعب الارتكاز رقم 8 اللي بيكمل عنده ميزه التهديف، فده ده كان الهدف الاول للنادي الاهلي في شباك سموحه سجله فارس خالد. نتابع اللعيبه نركز عشان النهارده برضو ده معتز محمد بيحضر لمحمد عبد الله، محمد عبد الله بيرقص بيعدي اهو بيعمل 1 2 مع محمد رافت اللي بيشوط وبيجيب جون جامد، برضو محمد رافت ايه الفكره اللي احنا بنتكلم عليها ان هو دايما ارجع بس ثواني يا استاذ دكروري للهدف ده اللي فات، محمد رافت لما جابها رجع واستلم دايما بينزل يستلم لتحت، هو مش مهاجم صندوق اهو هنا محمد عبد الله كابتن اسامه اهو اتحرك بظهر مين لرافت، رافت دايما بينزل يسقط لتحت عشان يفتح مساحات للايه للجناحين. هنا طبعا رافت بيسجل هدف، هو طبعا رافت كمان ان هو هداف كل تركيزه على المرمى صح، يعني كله بتجيله سواء الفولو اللي بيعمله او ضربات الراس او كمان عنده ميزه التصويب من الخارج، ودي ميزه كويسه قوي. هنا بص اللمسه، لا هات الجون بقى من اوله، ارجع للاول يوسف جمال، يوسف جمال ده الباك رايت اللي جابه، بس معلش هات الجون من اوله اللي فات ده، بص بص اللمسه دي، وقف 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 وش الرجل الخارجي بتاع كباكا اللي دايما بنتكلم عليه. احمد خالد كباكا احسن لعيب ارتكاز صاعد في النادي الاهلي، ولو هنرشح حد لازم كباكا يلعب في الفريق، لمسته دايما ممتازه، بص الوش ده وش الرجل الخارجي كده بيطلع الباك ليفت، يوسف جمال الباك رايت جاي من هناك وضامم لقلب الملعب، ومين اللي عاملها له الباك ليفت؟ الباكين هم اللي زايدين جوه المنطقه، الباك ليفت محمد عبد الله اللي عاملها له، ده محمد عبد الله اللي عاملها له من ناحيه الشمال، وده يوسف جمال الباك رايت اللي مدخل. الناس اللي بتلعب يا اسامه دايما بوش الرجل بتبقى ناس متمكنه، لعيبه متمكنه وعنده ثقه في نفسه، لان مش اي حد الباصه المفروض بطن الرجل، انما عشان تظبطها بوش رجلك دي على طول بتبقى يعني قدرات خاصه يعني. طيب تعال نروح برضو نعرف المتابعين الجهاز الفني والاداري لفريق النادي الاهلي مواليد 2005، الجهاز الفني النادي الاهلي كابتن علاء عبده مدير فني، كابتن محمد صلاح مدرب عام، كابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، كابتن عمار فتحي مدير اداري، محمد فوده طبيب الفريق، محمد احمد نحله مدرب احمال، والكابتن عبد الله محمد المدلك. دي اللي كنا بنتكلم فيها اسامه معلش يعني فنية على الاجهزه الفنيه الكامله. بص النادي الاهلي عامل جهاز فني كامل من اول المدير الفني لغايه المدلك. كان نفسنا نشوف في المنتخبات برضه حاجه زي كده كامل. طبعا الاجهزه طبعا كاملة. لان كمان النادي غير المنتخب، المنتخب زي ما احمد قال انت بيجي لك لعيبه من الشرق ومن الغرب في كل مصر، ما تعرفش ده حمله التدريبي ايه وده بيشتغل ازاي وكده، فبتبقى محتاج لازم جهاز كامل يعني. انا اللي استوقفني كمان في 2005 تم الاعلان مدير فني مدرب عام مدرب حراس مرمى مدير اداري، في 2008 مفيش مدير اداري، مدير اداري ايوه صح، معنى مدير اداري ده يعني انا شايفه لا يقل اهميه عن المدير الفني، ايوه اي كل الداتا دايما عنده، اي عنصر في الجهاز له دور ودور مهم جدا، الاداري ده لا يقل عن
المدير الفني، عن مدرب الحراس، عن الأحمال، يعني الإداري ده، لأن ده منتخب مصر، عنده سفريات، عنده إقامة هنا، عنده إقامة هنا. يمكن الإداري في النادي يا أحمد بيبقى يعني كل شغل أو معظم شغله بيبقى القيد، التعامل مع المناطق، مع الاتحاد، ومع مدير كورة مساعده بالظبط كده. لكن في المنتخبات مفيش مدير كورة. أقول لكم بقى تشكيل النادي الأهلي اللي هيبتدي مباراة اليوم أمام زد. النادي الأهلي هيبتدي تشكيله في حراسة المرمى حازم جمال، خط الظهر اتنين مساكين، أحمد عبدين وطارق فوزي، باك رايت بوستنجي، باك ليفت محمود لبيب، ثلاثي خط الوسط يوسف سيد عبد الحفيظ، احمد كباقه، فارس خالد. الثلاثي الامامي ناحيه الشمال، ناحيه اليمين محمد عبد الله، ناحيه الشمال يوسف عفيفي، ومهاجم في الامام محمد رأفت. ثاني تشكيل النادي الاهلي حازم جمال، احمد عبدين، طارق فوزي، بوستنجي، محمود لبيب، احمد كباقه، يوسف سيد عبد الحفيظ، فارس خالد. الثلاثي الامامي محمد عبد الله، يوسف عفيفي، ومحمد رأفت. ده تشكيل النادي الاهلي. تشكيل زد برضو اقول لحضراتكم في حراسه المرمى: عبد المنعم تامر، خط الظهر عبد الحميد احمد ويوسف اشرف، باك رايت مروان محمد مرزوق، باك ليفت محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط مروان محمود، مصطفى احمد عكاشه، يوسف محمد مدحت، وفي الامام عمر خضر وعمر ياسر امين وعبد الله عبيد. ده تشكيل نادي زد اللي هيواجه النادي الاهلي النهارده. كابتن حشيش، ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي؟ يعني تشكيل النادي الاهلي شبه ثابت، بس انا شايف طبعا نص الملعب ما اعتقدش الترتيبه كده يا احمد. يعني الترتيبة يعني هو الترتيبه يوسف سيد عبد الحفيظ هو اللي سته بالظبط كده، هو اللي سته قدام طارق فوزي وعبدين، والاثنين اللي بيزيدوا كباكا وفارس خالد. وفارس خالد وضع طبيعي طبعا. يوسف عفيفي ناحيه اليمين، محمد عبد الله، محمد رافض طبعا راس حربه صريح، وده طبعا التشكيل اللي علاء بيلعب بيه على طول. نتمنى لهم طبعا التوفيق. طبعا مساكين ما فهمش تغيير. يمكن انا محمود لبيب بس انا ما يعني يمكن ما شفتوش او معروف، انما عارف طبعا احمد عبدين وبستانجي. هنشوف طبعا محمود لبيب ده اللي لعب اول مباراه، وكان بس كان بيلعب مساك. النهارده الكابتن علاء حوله باك ليفت اللي كان احرز هدف في مباراه مدريد. هل هو ده مكانه الاساسي؟ هو باك ليفت اصلا، كان عنده شورت في طبعا في المساكين، فعشان كده استعان بيه. يعني دكتور ثابت، النهارده شايفين بوستنجي عبد الله بوستنجي باك رايت مركزه الاصلي بيلعب مساك، النهارده حطه ناحيه اليمين باك رايت، ويوسف سيد عبد الحفيظ رجع لمركزه الاساسي مركز 6 في وسط الملعب. هو النهارده الكابتن علاء عبده مثبت اولا طريقه اللعب اللي احنا بنلعب بيها طول المباراه، اللي هي 4-3-2-1، 3 في وسط الملعب منهم 2 بيبقوا مكملين لقدام. في حراسه المرمى حازم جمال، وده الحارس الاساسي بتاع فرقه 2005. الاثنين المساكين احمد عبدين، ده مواليد 2006، واحد من احسن المساكين اللي صاعدين، جنبه طارق فوزي. النهارده هو المساك بتاعه هو عبد الله بوستنجي. عبد الله بوستنجي اصلا كان هيتم اعارته لسموحه وبعد كده رجع في اخر القيد في الفتره الاخيره. النهارده هو بيوظفه باك رايت ليه؟ عشان خاطر خطوره عمر خضر. تمام. عمر خضر اللي هو الجناح الايسر بتاع زد، فموقف له مساك. دي معناها مساك قوي. يعني هنشوف النهارده معنى كلامك ان عبد الله بوستنجي النهارده هيفضل واقف، يعني هيلعب مدافع في الحته اليمين اكتر، مهاجم هو كمساك ثالث يعني. هو ومحمود لبيب هو الشمال هو اللي بيزيد، وبوستنجي واقف. فهنشوف هتتحول لثلاثه ورا بوجود بوستنجي على عمر خضر، وجنبه احمد عبدين وطارق فوزي، ومحمود لبيب هو اللي بيزيد ناحيه الشمال. ده هو ده فكره. اعتقد ان هو مودي بوستنجي اللي هو اصلا مساك مودي ناحيه اليمين عشان خاطر عمر خضر لعيب خطير بتاع زد، وواحد من احسن المواهب الصاعده في يعني مصر. يعني هيعتمد على الناحيه الشمال بقى. هيعتمد محمود لبيب الشمال في الموضوع الهجومي اكتر. الهجومي هيعتمد اكتر على الناحيه الشمال، زي ما كان بيلعبها رامي ربيعه. في بعض الاوقات كده كان بيتحط رامي عادل قبل كده في الجيل اللي قبل كده، كان بيلعب برده في الحته دي مساك، كانوا يحطوه باك رايت بحيث ان انت توقف الجناح دوت، وفي نفس الوقت ايه يزيد وممكن يكون عنده تسديدات. دي هتزود العبء يا احمد على الطرف اليمين، ان هو هيعوض حته عدم طلوع الباك رايت. طبعا ده مهم جدا. هتزود محمد عبد الله دي عشان ما يبقاش في نقص في الحته الهجوميه في ناحيه اليمين. صح. كابتن حشيش، احنا شايفين الاول الرباعي الخلفي عبد الله بوستنجي، احمد عبدين، طارق فوزي، محمود لبيب. نصيحتك ليهم في بدايه المباراه، يعني النهارده مباراه لو النادي الاهلي قدر يكسب زد النهارده انت بتتعدى وتتخطاه،
النصيحة بقى النهاردة خاصة المباريات دي، يعني النادي الأهلي أقوى خط دفاع، صحيح. هدف واحد في أربع مباريات، نصيحتك النهاردة للرباعي الخلفي يبتدوا إزاي ويلعبوا إزاي؟ دايما هو في أي مباراة وخصوصا بقى كمان المباريات اللي هي على أرضك ومع فرقة بتمتلك لعيبة على مستوى كويس، إنك لازم تبقى مركز قوي في المباراة من البداية وتلعب دايما. نصيحة لأي حد من المساكين أو خط الدفاع، يلعب السهل في البداية، عشان السهل ده هو اللي بيديك الثقة، عشان ما تكهربش نفسك من البداية وتبقى الأمور بسيطة معاك. لازم يبقى في ثقة، العب السهل، باصي الأقرب واحد ليك في البدايات. مش عيب أبدا لو أنت مزنوق تلعب كرة طويلة، دايما كنا بنتعلم كده، لو مضغوط عليك العب الكرة طويلة في الأماكن الفاضية على طرفين الملعب، عشان ما تلعبهاش برضو على نص الملعب وممكن يبقى مضغوط عليك تضغط تاني. فلازم يبقى في تركيز ولازم في اللعب السهل يعني. دكتور ثابت، خط الثلاثي او خط وسط الملعب، طول ما عندك خط وسط ملعب قوي تقدر تتحكم في رتم المباراه زي ما انت عايز. طبعا النهارده احمد كباكا، فارس خالد، يوسف سيد حفيظ، ثلاثي لعب مع بعض كتير قبل كده. طبعا عندهم انسجام. خلينا اقول لحضرتك ان النهارده انا شايف ان وسط ملعب النادي الاهلي باذن الله لو فايق وفي حالته زاد احمد وحيد. يعني احمد وحيد برضو النهارده هو يعني النهارده هو كان الاساسي، وكان يوسف سيد عبد الحفيظ كان بيلعب هو الباك رايت. فالنهارده ودى يوسف سيد عبد الحفيظ مكانه الاصلي اللي هو ستة، وبدا ببوستانجي برضو. ليه؟ انا لما شفت تشكيل زد بيلعب باثنين راس حربه، طريقه لعبه 4-4-2، يعني هم بيلعبوا بعبد الله عبيد وعمر ياسر اثنين راس حربه، فهو موقف ثلاثه ورا اللي هو ثلاثه مساكين عشان يدوك الحمايه، سواء بوستانجي وعبدين وطارق فوزي، وقدامهم يوسف سيد عبد الحفيظ. النهارده زد بيلعب باثنين بس في وسط الملعب، دي نوع برضو ان هم نازلين عندهم ثقه، فرقه هجوميه قوي. هم من الواضح ان المدرب الانجليزي بتاعهم بيعتمد اكتر على الشكل الهجومي، قوة هجومية، وباين عليهم في عدد الأهداف اللي أخذوها. حتى يعني نفس الكلام فعلا، ان هو مسجلين 9 وداخل فيهم حوالي 4 أهداف في 4 ماتشات، فدليل ان الراجل ده بيفتح الجيم دايما. بدليل ان هو كمان عنده 2 ارتكاز بس، لكن انت عندك 3. انا بشوف النهارده يوسف سيد عبد الحفيظ 6 هو اللي هيبقى واقف، والاثنين اللي بيكملوا لقدام فارس خالد واحمد كباكا. هم دايما البوكس تو بوكس، هم دايما اللي بيكملوا للصندوق لجوه. احمد خالد كباكا بنبص عليه واحد من احسن اللعيبه، احسن لعيب وسط في مصر في السن ده، احمد خالد كباكا. نتمنى النهارده ان هو يكون موفق بلمسته ووش رجله الخارجي وتمريراته الطوليه. فارس خالد عنده ميزه التكمله والفينش بتاعه احسن واحد في الفينش. فارس خالد واحد من اللعيبه اللي لفتوا الانظار في الماتشات، لعيب كورته حلو، كان هداف الاهلي السنه اللي فاتت، برضه لعيب جيد. يوسف سيد حفيظ لعيب جيد، لكن لفت نظري فارس خالد برضه. طبعا فارس خالد كان هداف الاهلي. اتفضل. الاثنين راس حربه دي هتدي عبء على المدافعين، ان لازم يبقى في عمق دفاعي. انت بتلعب اثنين قدام، فلازم يبقى في عمق دفاعي، ولازم التغطيه العكسيه، لان اثنين واقفين هيبقى اثنين واقفين معاهم. خلي بالك بوستانج النهارده المساك بيلعب باك رايت بالظبط، فهتدي برده ممكن يعني هيوقف معظم الوقت، صح، عشان يوقف عمر خضر ويدي افضليه للنادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، وهيبقى متعود على حته التغطيه دي برده. كل مساك بيبقى يعني راس ماله او تقريبا معظم شغله بيبقى تغطيه طبعا. بس على هي هتقلل مننا شويه هجوميا على فكره. أكيد يعني هي نوعا ما زي ما قلنا ناحيه اليمين هتبقى ناحيه اليمين، مش انت مش هتهاجم قوي، بس على المستوى الدفاعي هو برده عامل ألف حساب لبيراميد لنادي زد. تمام. يعني محترمهم بشكل كويس، بدليل ان هو بيلعب بثلاث مساكين بشكل يعني صريح ورا، والباك ليفت يعني ثلاثة من أربعة واقفين وثلاثة في وسط الملعب، عكس زد فاتح الملعب 4-2-4، يعني هو اثنين في وسط الملعب وأربعة كمان بيكملوا. يعني اثنين فراودة ومعاهم اثنين أجنحة منهم عمر خضر. خلي بالك عشان. أنا أختلف معاك في نقطة دكتور ثابت. النهاردة محمد عبد الله بيلعب ناحية اليمين عشان عدلته. محمد عبد الله لعيب يعني عنده نواحي الهجوميه عاليه، لعيب دايما بيهاجم ودايما بيمثل خطوره، ممكن النهارده ايضا عمر خضر يرجع يعمل الناحيه الدفاعيه، فتدي ممكن يهاجم، يعني ممكن نشوف الناحيه اللي هو الراجل مش هيديله الحته اللي هي الدفاعيه شويه عشان يعتمد عليه في الكور المرتده، ممكن يفرق واحد على واحد، بيفرق عشان لعيب كويس طبعا يعني. طب الثلاثي الامامي يبتدي ازاي يا كابتن حشيش؟ النهارده كابتن علي عبده ممكن يقول محمد عبد الله، يوسف عفيف، محمد رافت، وفي ظهرهم كباكا وفارس خالد، نضغط من بدايه المباراه على زد؟ انا بقول كده، انت بتلعب على ارضك، لازم برضو تحس الفرقه الثانيه ان انت لا، انت مش قلقان منها. انت النادي الاهلي وانا عندي امكانيات لعيبه تقدر تعمل الضغط العالي ده من قدام، من ناحيتين، ضغط طبعا منظم
ان يعني انت محتاج ان شاء الله هدف في البدايه. هدف في البدايه ده يريحك وهيغير كتير قوي في طريقه لعب المنافس. هيضطر طبعا لان هو برده من الفرق المتقدمه اللي بيلعب على البطوله وعنده احساس كده من ان هو يعني بينافس وبيلعب على بطوله مش جاي يأدي، فممكن دي تغير شويه، ممكن يبقى في مساحات، يبقى يفتحوا اللعبه اكتر، يبتدوا يهاجموا، يبقى في مساحات. عندك بقى سرعات قدام، عندك يوسف عفيفي عنده سرعات، محمد رأفت كمان بينزل وبيستلم وبيروح في المساحات، فهو لازم الضغط من البدايه للاسباب اللي انا قلتها دي. دكتور ثابت، قبل ما اروح اتكلم عن الثلاثي الامامي، حازم جمال واحد من ايضا من الحراس المميزين، النادي الاهلي اصبح عنده مصنع لحراسه المرمى. محمد الشناوي، احنا بنتكلم عن الدرجه الاولى، محمد الشناوي واحد من ابناء النادي الاهلي، حمزه علاء، مصطفى شوبير من ابناء النادي الاهلي، حمزه علاء من ابناء النادي الاهلي، مصطفى مخلوف اللي جاي من ابناء الاهلي. النهارده بنتكلم عن حازم جمال، واحد برضو من الحراس الواعدين الصاعدين. فاذا النادي الاهلي النهارده مأمن مركز حراسه المرمى. النهارده عندك نظره للمستوى، زائد عندك كمان واحد مشرف على حراسه المرمى في النادي الاهلي اسمه الكابتن احمد ناجي، واحد عنده خبرات طبعا كبيره جدا واضافه كبيره جدا للمكان ده. طبعا النادي الاهلي ولاد عنده مصنع حراسه المرمى في قطاع الناشئين. يعني انت بتتكلم في الشناوي، في مصطفى شوبير، في حمزه علاء، في مصطفى مخلوف، في حازم جمال، وفي عمر كامل كمان في 2006. عمر كامل موجود مع حازم جمال. يعني هو البديل بتاعه، الاثنين احسن من بعض. وفي 2008 يوسف صنديد، يعني ويوسف صنديد. عايز اقول لك حاجه احمد واسامه، النادي الاهلي على مستوى حراسه المرمى بالنسبه للفريق الكبير ومنتخب مصر، جون النادي الاهلي ده اساسي منتخب مصر من على مر الاجيال بقى، من السبعينات والستينات وانت ماشي كده تلاقي ده. انت كمان بتيجي فترات بيبقى الجون الاساسي منتخب مصر والاحتياطي منتخب مصر. يعني فالاهلي يعني الحمد لله في حته. انا عندي معلومه ان روي فيتوريا مستني مصطفى شوبير يلعب. مصطفى شوبير اللي هو الحارس الاحتياطي. أيوه. مستنيه يلعب وياخد ماتشات عشان ياخدوا المنتخب مع الشناوي. صحيح. ليه؟ عشان خاطر لو حضرتك بصيت على الدوري كله مش هتلاقي حارس مرمى مميز اصلا. صحيح. او واحد او اتنين بالكتير. صحيح. انت شوف اللي في سن مصطفى شوبير، محمود جاد مش موفق قوي مع النادي. صحيح. المصري، محمد صبحي برضه في مباراه حارس الزمالك، في مباراه المقاولين ما قدمش احسن اداء، وبدا محمد عوادي. صحيح. يرجع. صحيح. فالمستوى حراسه المرمى على مستوى مصر البدايات بتاعتها السنه دي مش حلوه. يعني مصطفى شوبير وحمزه علاء دول يلعبوا اساسي في اي فرقه في طبعا مصر. طبعا يعني انت بتتكلم حمزه واخد احسن جون في افريقيا على طبعا مستوى الناشئين يعني. فلا مستوى حراسه المرمى كمان في زد النهارده. انت تعتبر اصلا احنا بنسهل لكابتن وائل رياض والجهاز الفني كله. احنا شايفين عمليات الاحماء لنادي زد دلوقتي ابتدت في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، وبعد قليل هيكون معانا زميلنا ومراسلنا هناك من ارض ملعب فاروق صلاح هيقول لنا اخر الاستعدادات لمباراه اليوم. بالمناسبه المدرب بتاعهم اسمه ايان تايلر. ايان تايلر المدرب الانجليزي. ايان تايلر. طبعا عندهم حارس مرمى برضو النهارده. انت حارس المرمى بتاع زد هو الحارس الاساسي في المنتخب في الجيل ده 2000 واللي كان في قائمه 2006 اللي هو عبد المنعم تامر وحازم جمال. فانت النهارده فرصه لمدرب منتخب مصر الكابتن وائل رياض ان هو يتفرج على الحارسين. سواء كابتن بس الاعداد يجيب لنا التشكيل بتاع زد. يعني سواء كابتن سواء عبد المنعم تامر او حازم جمال، الاثنين حراسه المرمى كويسين جدا. النهارده انا بشوف معركه وسط الملعب هتفرق كتير جدا في ماتش زي ده. زد بيلعب باثنين بس في وسط الملعب، النادي الاهلي بيلعب بثلاثه. النهارده الثلاثه دول يدوك امان شويه على المستوى الدفاعي، بس الاثنين لازم يكملوا ادوارهم. تكمله مهمه قوي. سواء احمد خالد كباكا او فارس خالد. صح. لو فايقين وفي حالتهم هيدوك سيطره جامده في وسط الملعب. احنا كنا بنتكلم عن حراسه المرمى، كابتن حشيش طرح نقطه مهمه جدا. قال لك حراس مرمى منتخب مصر دايما على مدار التاريخ منين؟ من النادي الاهلي. مصر وصلت كاس العالم كم مره؟ سؤال على الهوا ليكم بقى. 34 34 90 90 كام؟ 2018 2018 في روسيا اخر حاجه. طيب 2090 كان مين كابتن مين؟ حارس مرمى مصر كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير حارس مرمى النادي الاهلي. 2018 عصام الحضري وكابتن الشناوي. محمد الشناوي من النادي الاهلي. طبعا محمد الشناوي ده لعبه كان 34 34 ايه كابتن؟ لا كابتن، لا كان لسه كابتن عادل هيكل طبعا. لا ما كان حارس مرمى النادي الاهلي مصطفى كامل منصور. حارس مرمى النادي الاهلي. أيوة. طيب ده على مدار التاريخ بنتكلم عن ثلاث حراس. حلوه المعلومه دي يا اسامه، قوي قوي قوي. معلومه حلوه حلوه يعني كل حراس مرمى بالذات 34 دي. صح.
كل حراس مرمى لمنتخب مصر في كاس العالم من النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي. فانت بتتكلم عشان كده بنقول النادي الاهلي على مدار تاريخه مصنع لحراسه المرمى. تعالوا نروح بقى لملاعب الناشئين في مدينه نصر ونروح هناك لزميلنا فاروق صلاح عشان يقول لنا اخر استعدادات الفريقين لمباراه اليوم. تحياتي ليك يا فاروق وتحيات ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسامه حسني وبرحب بالكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. موعد جديد بيتجدد معانا واستوديو الاشبال من هنا من ملعب النادي الاهلي وقمه مباراه بطوله الجوله الخامسه لبطوله مواليد 2005. اللقاء اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي زد مباراه قويه جدا، مباراه زي ما بنقول عليها مباراه قمه ما بين الفريقين. خليني اقول لك سريعا تشكيل الفريقين لهذا اللقاء. النادي الاهلي حراسه المرمى حازم جمال، قدامه اثنين مساكين احمد عبدين وطارق فوزي، في اليمين عبد الله بستانجي وفي الشمال محمود لبيب، منتصف الملعب اللاعب قباقه يوسف سيد عبد الحفيظ واللاعب يوسف سيد عبد الحفيظ فارس. وفارس خالد، قدامهم ثلاثي يوسف عفيفي محمد عبد الله ومحمد رأفت. على الجانب الاخر تشكيل فريق زد لهذا اللقاء، عبد المنعم تامر في حراسه المرمى، قدامه الرباعي محمد عبد المنعم، عبد الحميد احمد، يوسف اشرف، مروان مرزوق. في نص الملعب بيلعب باربعه، عمر خضر، مروان محمود، مصطفى عكاشه واللاعب مصطفى عكاشه ويوسف مدحت، قدامهم اثنين روس حربه عمر ياسر وعبد الله عبيد. النهارده طاقم تحكيم طبعا لهذا اللقاء بقياده الكابتن مبروك نبيل بيعاون اسامه السيد وعماد العقاد. حضرتك كنت بتتكلم على حراسه المرمى يا كابتن اسامه وضيوفنا الكرام، وبتتكلم ان دايما النادي الاهلي هو مصنع تصدير حراس المرمى للمنتخب المصري. يعني انا بيسعدني ان يكون معايا في هذه الاثناء واحد من الاسماء والقمم في حراسه المرمى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق والنادي الاهلي والمشرف العام على قطاع حراسه المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كابتننا الكبير الكابتن احمد ناجي. كابتن احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسامه في مستهل كلامه والكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت بيتكلموا ان دايما على مدار تاريخ الكره المصريه حارس مرمى منتخب مصر كان دايما من النادي الاهلي، بيبقى دائما النادي الاهلي هو مصنع حراسه مرمى منتخب مصر. الاول بسلم على كابتن اسامه وكابتن حشيش والدكتور احمد، ونتمنى ان شاء الله النهارده يبقى يوم حلو ان شاء الله والولاد يعملوا حاجه كويسه باذن الله. طبعا على مدار التاريخ زي ما انت قلت من بدايه كره القدم في مصر حراس مرمى النادي الاهلي متميزين، ودايما هم اللي فرصتهم اكبر لعوامل كتيره جدا، المنافسات اللي بيلعبوا فيها، الضغوط اللي بيشتغلوا من خلالها، البطولات القاريه والعالميه طبعا بتدي لهم افضليه طبعا، بلس ان هم اساسا مؤهلين ان هم يكونوا حراس مرمى مصر وحراس مرمى النادي الاهلي، وده على مر التاريخ يعني مش من دلوقتي. وجود الكابتن احمد ناجي في منصب المشرف العام على حراس المرمى بتاع الناشئين بالنادي الاهلي مدي امال وطموحات كبيره جدا لكل جماهير النادي الاهلي، ان الكابتن احمد ناجي كلنا عارفين مردوده وعارفين النتائج الكابتن احمد ناجي سواء مع منتخب مصر او من النادي الاهلي. عايزك تطمن جماهير النادي الاهلي موجود هناك في نادي زد، ايضا الكابتن فكر صالح، اعتقد مسؤوليه كبيره جدا مسؤوليه حراس المرمى كابتن ناجي. لا طبعا من وقت ما تكلفنا بالمهمه واحنا بدانا شغل يعني دؤوب جدا وعمل كبير، وبداية من فرق البراعم حاولنا من أول السنة نسكن كل الفرق فيها حراس مميزين، يعني صعودا إلى بقى الفرق المنافسات كل الفرق فيها حراس مميزين جدا بنشتغل عليهم، نشتغل على المدربين كمان، في مدربين مميزين جدا النهاردة مع 2005 كابتن إبراهيم عبد الجواد، تاريخ كبير، مدرب ليه سي في رائع جدا مع الانديه الدوري الممتاز، وبقى له سنتين معنا هنا في النادي الاهلي، في اكتر من مدرب في القطاع، مدربين مميزين واحنا بنشتغل عليهم بشكل جيد جدا باسلوب علمي، بنطور في اداء المدربين عشان هم دول الاساس اللي هيطوروا الحراس، وطبعا المتابعه تقريبا يوميا، انا موجود في النادي تقريبا كل يوم من 11 ل 8 بالليل مع البراعم ومع الفرق، طبعا معايا تحت في البراعم الكابتن ابراهيم عبد العزيز، ده كمان خبره كبيره جدا 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 ومن الناس المشهود لها بالكفاءه. نتمنى ان شاء الله مع مرور الوقت وان احنا يبقى النادي الاهلي زي ما انت بتقول في امان دايما في المنطقه دي، لان في حراس فعلا حراس واعدين جدا، واحنا شايفين ان شاء الله ان النادي الاهلي اذا احتاج
منهم اي حد هيكونوا موجودين ان شاء الله. يعني عايز اختم مع حضرتك كابتن ناجي، وما ينفعش يكون معايا كابتن احمد ناجي وما اسالكش على فكره اذاعه المباريات قطاع الناشئين، والنادي الاهلي دايما سباق، قناه النادي الاهلي دايما سباقه، شايف الامر ده ومردوده على اللاعبين على كل فرد، تحط اللعيبه تحت الاجواء تحت الضغوط، اعتقد نقطه مهمه جدا يا كابتن ناجي. لا يعني ان انت بتلعب في النادي الاهلي ده فده يعني ضغط كبير، وان كان ان احنا طبعا بنحاول نشيل الضغوط دي في المنافسات بتاعه الناشئين، لان هي الهدف منها ان انت يعني تخرج جيل جديد للفريق الاول. احنا كلنا هنا بنشتغل عشان الفريق الاول. في ناس بتبقى حظها كويس في الاحلال والتبديل بيبقى ميعادها مظبوط، وفي ناس شويه بتبقى الفرقه الدرجه الاولى بتبقى فيها المراكز بتاعتهم فيها ناس كويسه، فالنادي بدا يستفاد منهم برضو من خلال اعارات للانديه الكبيره، بيشتغلوا عدد ساعات لعب ويرجعوا النادي او يكملوا اعاراتهم او النادي بيستفاد منهم بشكل او باخر. لكن المهم الرئيسيه بتاعتنا ان احنا نبقى ستاند باي في اي وقت لاحتياجات الفريق الاول. شكرا، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونستمتع النهارده بالمباراه اللي تعتبر مباراه قمه النهارده الله باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. كلام مهم جدا يا كابتن اسامه، احنا بنشتغل عشان الفريق الاول، بنشتغل عشان النادي الاهلي، كلام مهم جدا من الكابتن احمد ناجي قيمه والقامه والمشرف العام على حراسه المرمى في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اقول لك هنا اجواء اكثر من رائعه، اجواء ممتازه جدا، لعيبه زد داخله الملعب بتسالنا على الاجواء على المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي، حافز مهم جدا لاي فريق يجي يلعب على ملعب النادي الاهلي ان المباراه تكون متذاعه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. نتمنى مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ما بين الفريقين، ده عهدنا دايما بمباراه الفريقين، مباراه قمه زي ما قلنا، يستمتع بيها كل من يشاهد ويتابع هذا المباراه سواء من خلال ملعب مدينه الاهلي مدينه نصر او من خلال قناه النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كابتن اسامه طبعا لو في اي استفسار او اي تساؤل. نشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، واكيد هنتواصل معاك مره ثانيه. كابتن حشيش برضو واحد من الرموز في علم التدريب في حراسه المرمى، كابتن فكري صالح في نادي زد. طبعا كابتن فكري انا ليا باع معاه كبير، يعني من سنه 81 كان طبعا معانا في مدرب حراس منتخب الناشئين 19 سنه من سنه 79 80، وكاس عالم وكده، فطبعا يعني حبيبي في المقام الاول، مدرب خبرات كبيره جدا جدا، طلع اجيال كبيره لطبعا مصر ومنتخب مصر، اكيد طبعا حاطط بصمته طبعا في قطاع الناشئين في زد، واكيد الحراس بتوعه هيبقوا اكيد على مستوى عالي، اكيد نتمنى لهم التوفيق. دكتور ثابت، عايز اعمل بقى مقارنه ما بين هجوم النادي الاهلي اللي بيتمثل في محمد عبد الله، يوسف عفيفي، محمد رافت، وهجوم نادي زد اللي بيتمثل في عبد الله عبيد وعمر ياسر. طبعا طريقه لعب النادي الاهلي 4-3-2-1، ففي جناحين وراس حربه وفي اتنين بيكملوا من تحت، يعني النادي الاهلي يعتبر بيهاجم بكام لاعب غير الباكين، يعني انت عندك محمد عبد الله ده الجناح اليمين، ويوسف عفيفي ده الجناح الشمال، ومحمد رافت راس الحربه، وفي اتنين بيكملوا اللي هو كباقه وفارس خالد، يبقى كده خمسه. طبعا النادي الاهلي قوته في التحرك زي ما بنتكلم دايما، خطوره النادي الاهلي في الفرقه دي محمد رافت بينزل يسقط للخلف ويفتح مساحات للناس اللي جايه من ورا، سواء يوسف عفيفي، يوسف عفيفي من اللعيبه اللي هي اصلا لاعب 10 صانع العاب وتوظف وينج، فدايما هتلاقيه داخل لجوه بيميل ده هيدي مساحه لمين ان هو ينطلق ليعمل الاوفرلاب محمود لبيب اللي هو الباك ليفت. فده يعني الجبهه الشمال هتلاقيها كده، الجبهه اليمين في النادي الاهلي هتلاقي عبد الله بوستانجي واقف، انا تخيل ان هتلاقي عبد الله بوستانجي واقف، وهتلاقي اللي بيزيد محمد عبد الله هو اللي بيعمل عمليه الزياده، فهنا دي خطوره النادي الاهلي. احسن يعني من المهاجمين الممتازين اللي صاعدين في النادي الاهلي رافت جاب ثلاث اجوان، محمد رافت واحد بصراحه مهاجم مميز، بيتحرك دايما للخلف، مواصفات مهاجم طويل القامه، قوي بدنيا ومتكامل، يعني ومتكامل بيلعب صندوق وبيلعب خارج الصندوق، خارج الصندوق وبيلعب ساعات صانع العاب كمان، بينزل يستلم من بقى نص الملعب، عنده حلول تعال بقى نروح لزد. زد 4-4-2 بيلعبوا بايه، بيعتبر برضو بخمسه بيهاجموا، مين اللي بخمسه؟ عمر خضر رقم 15، ده اخطر لعيب عندهم اللي هو رقم 15 الجناح الشمال اللي احنا النهارده موقفين له عبد الله بوستانجي عليه، يبقى رجل لرجل. الناحيه الثانيه يوسف محمد اللي هو الجناح اليمين بتاعهم، الاثنين اللي قدام عبد الله عبيد وعمر ياسر، اكيد واحد فيهم هيبقى جوه الصندوق، واحد فيهم بينزل شوية يسقط يعمل شويه، بس خلي بالك ان في مصطفى عكاشه ده بيزيد رقم 8، فدي بتعمل لزد يعني من تخيلي كده ان هو هتعمل لزد مشكله في وسط الملعب في الزون 14 في المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز. هنا يوسف عفيفي اللي هو الجناح الشمال بتاع النادي الاهلي لما يخش لجوه يقدر يستغل المساحه اللي في ظهر الاثنين الارتكاز بتوع زد،
مروان محمد ومصطفى عكاشة، كذلك رأفت المهاجم بتاع النادي الأهلي لما ينزل يستلم هيلاقي المساحة دي فاضية، فالمساحة دي ممكن تكون بإذن الله غير تحركات أحمد خالد كباكا فيها تقدر النادي الأهلي يستغلها. الحاجة التانية طبعا عمر خضر لعيب ممتاز، لعيب زد، مهم إن أنت تراقبه بشكل كويس لأن هو أكيد برضو عرفوا زي ما فاروق صلاح قال إن هم الماتش متزاع، فأكيد هيبقى عندهم الحافز عمر خضر إن هو يطلع كل ما عنده طبعاً. عشان يبدأ اللعيبة تبدأ تتسوق. النهاردة أنا بشوف إن أهلي وزد أقوى فرقتين في فرقة 2005. النهاردة تعتبر أنت بتقدم جاتوه كده لكابتن وائل رياض. دي بلع نقطة عايز يعني ماتش قمة ده. ماتش قمة. النهاردة كابتن حشيش بعد الإعلان عن تشكيل منتخب أو الجهاز الفني لمنتخب مصر، حتة إن إذاعة المباريات على الهواء على قناة النادي الأهلي وهي القناة الوحيدة اللي بتقدم صحيح. الخدمة دي صحيح. بتسهل على الجهاز الفني منتخب مصر إنك تتابع المباريات وتشوف اللعيب تحت ضغط ومستوى اللعيبة، بتأثر المسافات لأن أنت بتشوف كل الفرق المشتركة في بطولة الجمهورية بيجوا لك لقطات عندك وانت حتى قاعد في البيت يعني وانت حضرتك بتتكلم معانا على الشاشة إحماء قبل المباراة للنادي الأهلي. أستاذ دكروري هات اللقطة الإحماء اللي قبل المباراة، بص كده هتلاقي كابتن علاء عبده واقف مع مين؟ مع الاثنين المساكين. لا الإحماء اللي معانا على الشاشة انا لسه كنت انت عارضها، هتلاقي ان هو واقف مع الاثنين المساكين لأن هو النهارده مدخل طارق فوزي وأحمد عبدين، هتلاقيه واقف مع أحمد عبدين وطارق فوزي. هتكمل هتلاقيه واقف معاهم بيديهم تعليمات. ده معانا على الهوا دلوقتي، ده الإحماء من أرض الملعب دلوقتي. اللقطة اللي قبلها بقى اللي هي كانت الإحماء قبل المباراة لو نجيبها هنلاقي إن هتلاقيه واقف مع الاثنين المساكين بيديهم تعليمات عشان خاطر موضوع عبد الله بستانجي. طبعًا. الموضوع ده النهارده تجربة. تجربة. الكابتن علاء عبده دايما بيحب يديك ريسكات، مش ده الطبيعي النهارده الطبيعي كان بيبدا بيوسف سعد عبد الحفيظ باك رايت، فالنهارده هو واقف مع الاثنين المساكين بيديهم التعليمات، كمان بيبقى هو في طريقه لعبه هو بيعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا جدا في طريقه لعبه، فلما يبقى فيه تكثيفه شويه في طرف من الاطراف لازم هيبقى هو قايل لهم على البديل اللي ممكن يعوض الحته دي اللي هيبقى عليها عبء زي ما قلنا ناحيه اليمين. طيب هقول لحضراتكم بدلاء النادي الاهلي لمباراه اليوم. في حراسه المرمى عمر كامل، ابراهيم عادل، احمد وحيد، يوسف اسلام، يوسف جمال، عمرو خالد، يوسف ثروت، اسامه محمد، وحسام عادل. ده بدلاء النادي الاهلي. بدلاء زد محمد حسام الدين، محمد ياسر، عبد الرحمن صبري، عبد الحليم وائل، سيف وفائي، بدر جمال، طه احمد، ابو بكر احمد، عبد الرحمن محمود. كابتن حشيش، دكه بدلاء النادي الاهلي ايضا دكه مميزه. طبعا. مين الاقرب حسب سيناريو او مجريات اللعب اللي ممكن نشوفه النهارده، سواء طبعا يعني نتمنى السلامه للاعيبه في الشوط الاول كلها، لكن ممكن مين الاقرب اللي ممكن يشارك في مباراه اليوم؟ يعني هو وارد طبعا، انت عارف ان النتيجه بيبقى لها عامل كبير قوي في موضوع التغييرات. بيبقى يعني عامل كبير جدا جدا نقدر يغير، طبعا لما تكون كسبان انت بتديك فرصه ان انت تقدر تغير وتريح ناس. انما طبعا في اكثر من لعيب على مستوى كويس، طبعا عمرو خالد ممكن يبقى له دور، ممكن برضو اسامه وحسام عادل، حسام عادل كمان ممكن يبقى. طيب قبل ما اكمل كلامك يا كابتن حشيش، نروح لارض الملعب مع زميلنا فاروق صلاح ومعاه الكابتن علاء نبيل المدير او مدير قطاع الناشئين لنادي زد. اتفضل يا فاروق، تحياتنا للكابتن علاء. طبعا من جديد بجد تحيه بيك يا كابتن اسامه، وبجد التحيه بالكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من ابرز واهم الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه، الكابتن علاء نبيل، القيمه والقامه الكبيره ومدير قطاع الناشئين بنادي زد لفتره مؤثره وفتره قصيره جدا، اصبح قطاع الناشئين في نادي زد واحد من الاسماء الرنانه في قطاعات الناشئين. كابتن علاء برحب بيك، تحيات كابتن اسامه حسني، تحيات الكابتن حشيش، الدكتور احمد ثابت. في فتره بسيطه وقصيره اصبح زد واحد من القطاعات اللي بيشار لها في كره القدم المصريه. اولا طبعا بجد ترحابي بكابتن اسامه وكابتن حشيش ضيوفه الكرام والدكتور احمد ثابت، واحنا طبعا في البدايه اللي احنا حقيقه احنا سعداء، احنا جايين النادي الاهلي، مباراه النادي الاهلي بالنسبه لنا بالرغم من المنافسه والشريفه اللي موجوده اللي احنا بنبقى حاسين فعلا جايين بيتنا من الاستقبال ومن الترحاب، فاحنا النهارده في انا بعتبر ان انا جاي في مباراه حقيقه قويه، انا بقولها صراحه من البطوله الاولى في بطولات الجمهوريه، البطوله الاولى هي بطوله 2005،
من قوتها، من الـ من من الاسماء من 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 قوه المنافسه. في فرق كثيره جدا عندها فرق كويسه، لكن طبعا احنا فرقتين يعني على الواقع فرقتين قوي. يعني انا من الناس الاوائل في مصر اللي احنا لغينا 2006 وعملنا دخلنا ب 2005، والنادي الاهلي نفس الكلام. فانت النهارده عندك ميكس من ال 2006 المميزين و2005، والنادي الاهلي كان عنده فرقه 2006 قويه جدا وعنده خمسه قويه جدا. فاعتقد ان احنا النهارده انا جاي اتمتع بمباراه تليق بقوه المسابقه وباللعيبه اللي موجوده. ما ينفعش تكون معايا ويعني خلاص الحكام ابتدت تنزل، بس ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما اسالكش على اختيارات المنتخبات والتشكيلات. واعتقد يعني وجود الاسماء الشباب للمنتخبات الشباب اعتقد نقطه مهمه جدا يا كابتن علاء. انا وانا داخل هنا قابلت الكابتن وارشيتوس، باركت له وقلت له ربنا يكرمك، وقلت له انت معاك احلى جيل في مصر جيل 2005، واديته كده كام معلومه حلوه كده قلت له يبعد عن ايه ويخلي باله من ايه، وان شاء الله ربنا يوفقهم، لان فعلا احنا محتاجين المرحله اللي جايه دي. عندنا كنز اسمه ناشئين، عايزين فعلا الناس اللي تطلع الناس دي على الساحه، لان فعلا احنا نفتقد المواهب اللي هي كانت كتيره قوي. عندنا مواهب بس مش بالكثره اللي هي كانت موجوده في الفتره السابقه. كابتن اسامه حسني يعني بيشيد بنقطه الاستعانه بالمدربين الاجانب في القطاعات الناشئين خاصه في نادي زد، والفكره دي بتطبق في نادي زد النهارده، مدير فني اجنبي. النقطه دي والمدى تاثيرها على القطاعات الناشئين شايفها ازاي يا كابتن علاء؟ والله احنا بص حضرتك، احنا بنجيب المراحل السنيه اللي احنا محتاجين فعلا فيها مدرب اجنبي، بنستطيع ان احنا نجيب مدرب بيفيد المكان بيفيد الفرقه. انا عندي اربع مدربين اجانب مواليد 2003 و5 و7 و8. عندي مخطط احمال انجليزي من استون فيلا اسمه كاميرون. عندي مدارس مختلفه، مدارس اسبانيه، مدارس انجليزيه، مدارس المانيه. فيعني على اساس برضو ايه، انت النهارده بتتدرب على مدرسه مثلا المانيه، خلاص بتاخد المدرسه الالمانيه بتطلع على مدرسه مختلفه، مدرسه انجليزيه. فالمدارس المختلفه دي بالنسبه مفيش بقى المدرب اللي بيقعد مع الفرقه خمس ست سنين، لا 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 لا، انت بتاخد من هنا وتروح رايح على مدرسه ثانيه، بحيث ان احنا في اقرب وقت ممكن ان احنا نبقى عندنا لعيبه عندها دمج من المدارس المختلفه، وبيظهر طبعا الكلام ده في الملعب. احنا بنشكرك يا كابتن علاء، ونسيب الجماهير بقى تستمتع بالمباراه. زي ما قلت مباراه قمه ان شاء الله، يعني نتمنى مباراه تخرج في اطار الرياضيه اللي متعودين عليه دايما المفارقين. يا رب، والف تحيه للجمال الموجوده في الاستوديو. الله يخليك، اتفضل. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بفريق زد. خلينا اقول لك ان الكابتن وائل رياضي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 موجود النهارده ويتابع هذه المباراه وهذا اللقاء. نتمنى مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ويستمتع بها كل من يتابع ويشاهد هذه المباراه من خلال قناه النادي الاهلي. عوده من جديد للكابتن اسامه حسني. اشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. متالق كالعاده دكتور ثابت، اخيرا عشان هنطلع يعني لفاصل، بدلاء النادي الاهلي مين الاقرب للمشاركه في لقاء اليوم؟ ان شاء الله يعني في حاله باذن الله التقدم، اعتقد ان هو هيفكر في لعيب ارتكاز، سواء احمد وحيد، سواء يوسف اسلام، سواء ابراهيم عادل. في حاله يعني ممكن بقى الفكره، يعني انا لما اتكلمت على حته الارتكاز ممكن عبد الله بستانجي لو انت 0-0 اعتقد انه ممكن ينزل يوسف جمال، هيبقى اول خيار كباك رايت. ان انت تدخل عبد الله بستانجي مثلا جنب احمد عبدين وتودي يوسف جمال اللي هو الباك رايت، يعمل لك جبهه قويه زي ما شفنا كده، يبقى الجبهتين بيتيجوا. النتيجه اللي هتحكم في التغيير. اكيد نتمنى في النهايه التوفيق للاعبي النادي الاهلي، تكون مباراه حلوه بين الاهلي وزد، وفي النهايه طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. وروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بين شوطي المباراه.